خلال لقاء تواصلي مع سفراء الدول الإسلامية، جرى التأكيد أن مبادرة إقرار يوم عالمي سنوي لمناهضة الإسلاموفوبيا ومن أجل التسامح والحوار الحضاري سيتيح مناسبة لتجديد التعبئة الجماعية قصد تفكيك خطابات الحقد وكراهية الآخر ومحاصرتها. مجالس وبرلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي اتخذت قرارا نعتبره مهما ورائدا يهدف إلى جعل مناهضة ومقاومة الإسلاموفوبيا على أساس الحوار بين الحضارات يوما عالميا على منظومة الأمم المتحدة أن تتبناه، وخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل اليونسكو. ونعتبر بأن هذه المبادرة ستساعد على جعل الحوار هو المخرج لكل التوترات ولكل النزاعات التي تهدف إلى كل ما جعل من الإنسانية تعيش في جو يتسم بالاحترام. هذه المبادرة تتمثل في العمل من داخل الأمم المتحدة ووكالتها المختصة وخاصة اليونسكو من أجل اعتماد يوم عالمي سنوي لمناهضة الإسلاموفوبيا ومن أجل حوار الحضارات والتسامح، يكون مناسبة دولية للدعوة إلى التسامح والتعايش والتعريف باعتدال الدين الإسلامي ورفض الخطابات التي تلصق بالإسلام والمسلمين والتي تتخذ من إيديولوجية الترهيب والتخويف من الإسلام عقيدة لها. لهذا التسامح وقبول الآخر يجب أن ينتقل ليشمل كل المساحة الدولية، خصوصا أننا نعتقد أن هناك تضخيم لأخطاء المسلمين من أجل خلق وأخذ انطباع مسبق سيء عن سلوك بعض المسلمين. هذا اللقاء شكل مناسبة لإبراز أن ظاهرة الإسلاموفوبيا من القضايا الخطيرة التي تهدد الأمن وسلم الدوليين باعتبارها تتعدى المجال الخاص إلى المجال العام الذي يشمل الإنسانية. Gracias.